الواد فين يا حسن؟ وديت الواد فين؟ رد عليا. عند سبته. عند مين يا اخويا؟ عند سبته؟ لا يا روحي، احنا نروح دلوقتي نجيب الواد. انا مش مستعد اسمع خبره في الشارع. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ الكلام اللي انا بقوله اكوك هو اللي بيقوله. الكلام اللي انا بقوله يا حسن اهل البلد كلها بتقوله. انا ما جبتش حاجه من عندي. ساعه كده وهنروح نجيبوه. ولا ثانيه. فينك يا مروان؟ فينك يا حبيبي؟ فينك يا كبير؟ كان زمانك نطت في حب جبريه وجايب الواد لامه. راجل وما فيش راجل غيرك. انت ما صدقتي؟ عايزه تولعيها؟ اتجنيتي يا وليه ولا ايه؟ جني لما ينططك. اتجننت عشان بقول مروان راجل؟ اتجننت عشان بقول الواد يبقى في حضن امه؟ انا راجل غصب عنك وغصب عن اي حد في البيت ده. بأمرت ان شاء الله. هنقعدوا هنا خلاص. احنا هنروح نقعد مع امي. تعالى هنا. تقعد مع امك فين؟ انت عايز امك تموت لي البيت؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. لا هتكلم يا حسن. اهدي بس. اهدى يا حبيبي. اهدى يا حسن. انا هعرفها انا راجل بأمرت ايه. لو مش عاجبها جبرها مستنيها. جبر لما يلمك. سيب البيت يا ولد. الم لك خلاجاتها يا حسن. احرجيها قدامي. قدامي. اهدى يا حبيبي. اهدى يا مولاي. ماما ايه ده؟ ازاي يا حسن تخش عليا الاوضه من غير ما تخبط؟ ما يصحش كده. انت قاعده هنا بتعمل ايه؟ انا بكلمك يا اخي. هتكون بتعمل ايه قاعده معايا؟ عايزه تروح عند جبريه عشان تمسكها وتحدفها من الشباك؟ قومي روحي شوفي ولدك، مش خدامين عندك. عايز توديني لامك واختك عشان يعملوا فيها اللي هم عايزينه مش كده؟ لا يا حسن انا مش هروح. لو عايزني هناك افضل معايا وانا ما عنديش مانع. انا فاضيلك اياك، اسيب اللي ورايا واجي اقعد جارك. وراك ايه بقى ان شاء الله؟ شغل. شغل؟ ماشي، ما عنديش مانع. بس عرفني عشان ابقى راضيه ومستحمله. انما انا بصراحه ما اعرفش عنك اي حاجه، ولا اعرف انت بتروح فين ولا بتيجي منين. طب يلا قوم. يلا معايا. يلا. اوعى سيبها. يلا. تعالي. سيباتي. سيباتي. عايز اسمع حسن. تعالي. سيباتي. بعد عني يا ولد. سيباتي يا ابني. الاوضه لا. سيبها. يا اللي انت بتعمل ده؟ من زين بقولك؟ تعالي احنا. تعالي. شفت يا مروان؟ شفت؟ عايز يموتني. شفت يا عبد الله؟ حسن عايز يموتني. شفت يا عبد الحكيم؟ حسن عايز يموتني. يا حسن اوعي بنتي. يا حسن استنى كده. يا بنتي يا حسن. طيب يا مروان مش عايز يموتني. كان عايز يموتني ويموتها. انا عايز اقعد مع حد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمع الكلام. بقول لك ايه؟ مالكش صالح باللي بيحصل. دي مرت ان شاء الله تفنها وهي صاحيه. ايه انت فيك ايه؟ انا عايز افهم ايه اللي في راسك. عمال تدافع عن كريمه وبناتها ولام امك وطاردها عشان خاطرهم. ايه زعلان على كريمه ومش زعلان على امك؟ تجنس ملتك ايه؟ امي كلامها صح. كريمه كلت بعجلك حلاوه الجوازة الجديدة لوحدك. ايه الهك اللي انت بتقوله ده؟ انا اللي بعك. انا اللي سايب امي تقعد لحال هي واختك. احنا عندنا بيت كبير عريض وهي ليها فيه. دي امك. هي اللي تقول مين اللي يمشي ومين اللي يقعد. عشان ايه يا مروان كل ده؟ عشان نطلع من البيت وتقعد فيه لحالك انت والهوانم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حسن؟ اللي بقوله هو الصح. انت مش زعلان على امك، انت زعلان على كريمه. تعال يا حسن. تعال. تعال معي. خش. حاسس بيا وباللي جوايا، لو حاسس باخوك يا حسن كنت هتعرف ان ليه مش عايز اروح لامك. ليه يا كبير؟ يا اللي تعرف الواجب والاصول وما تفوتكش العيبه.
تقولي لحد الوقت أمك هي اللي قتلت فريدة. فريدة اللي كانت شايلة الواد اللي كنت بتمناه. قتلت الحلم اللي كنت بحلم بيه ليل ونهار. انت مش حاسس باللي جوايا، حاسس بالنار اللي جايدة في قلبي. من قال لك انها عملت كده؟ محدش قال لي، محدش قال لي يا حسن. انت اللي عايز تصدق نفسك، عايز تشوفها شطان عشان ترضي كريمة ومرتك. اقعد يا حسن، اقعد. عارف انا عندي كام سنه؟ كتير كتير قوي. قلبي كان مات وعقلي كان بيقول لي خلاص مالكش نصيب تشوف عيل من صلبك يحبك ويخاف عليك ويحمل اسمك. أنا كنت خلاص رضيت باللي جه اسمه ربنا، كنت دواهم حلم وهصحى منه بكرة. لكن لما شفت الفرحة في عين أبوك، بقيت كل يوم قبل ما أنام أقف قدام المراية وأقول أنا صاحي ولا نايم، أنا في علم ولا في حلم. لكن لما فريدة ماتت مت وراها، مش قادر اسمع ان امك عملت كده. عايز تعرف انا ليه مش عايز اقول لها تعالي؟ ليه يا مروان؟ مش عايز اشوفها، مش قادر اصدق اني عملت كده. التحقيقات قالت ان مش هي اللي قتلت، ولا قالت ان في غيرها. لازم تصدقها لما تقول لك لا. لازم. انا كنت بصدقها في كل حاجه، عمري ما كدبتها. تقصد انك مصدق كل حاجه اتقالت؟ تجنيت؟ افهم يا حسن. سيبك من الكلام الخايب ده، امك ترجع البيت واللي هي عايزاه يعمله لها. مش وقته. لا وقته، والنهارده قبل بكره، والساعه دي قبل الساعه اللي جايه. ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ غباوه بغباوه. امك ترجع البيت وانت اللي تطلع من هنا. انت تعرف انها جابت محامي عشان تاخد حقها؟ عايز اتفرج علينا البلد. ايوه قول كده. بيقول انك مش عايز تديها فلوسها وورثها من ابوي. ما لو قلت لك ان انا كمان عايز فلوسي هتعمل ايه؟